إذا للحديث عن أسباب تفشي الفساد في العراق وإمكانية وفاء حكومة السودان بتعهداتها بالقضاء على الفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. بداية، كيف تقيم ما يجري من عمليات فساد في العراق؟ هل هي حالة فردية أم ظاهرة في بنية النظام السياسي ككل؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد الكريم. السرقة كما يعرفها القانون هي جريمة مخلة بالشرف، نعم، يحاسب عليها القانون، والسارق تحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفي حالة ثبوت السرقة تحول هذه الأموال إلى الدولة. هناك عمليات سرقات جرت منذ احتلال العراق منذ عام 2003، نعم، وتعاقب هذه الحكومات، وهذه الفساد المالي هو أبرز متركزات الإشكالية التي يعاني منها العراق في ظل حكومات تعاقبت. هذه الحكومات جاءت بعد الاحتلال وأصبحت هي الممول الأساسي لعمليات الفساد، وهناك عمليات جرت. كلنا نتذكر جيدا أيام حكومة أياد علاوي عندما قام وزير الدفاع آنذاك حازم الشعلان بالضبط بسرقة 4 مليار دولار أمريكي من الحكومة وهرب فيها إلى الولايات المتحدة. وأيضا هناك عمليات سرقة جرت في هيئة التقاعد العام التي قام بها المسؤول السابق الرئيسي أحمد الساعي، وهناك عمليات أخرى جرت هنا وهناك، وهذه هي جزء من عمليات مبرمجة ومهيئ لها وممولة ومخولة ومدفوعة من قبل حكومات ظهرت في ظل أحداث. طيب دكتور، هي فاسدة بالأساس. طيب دكتور، من أعطى كل هذه الصلاحيات لإيصال الفساد في المؤسسات الحكومية لهذه المستويات الكبيرة؟ من الذي أعطى هذه الصلاحيات دكتور؟ اللي أعطى هذه الصلاحيات بالأساس هم المسؤولين عن هذه الحكومات، من رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى وكلاء الوزراء، وهؤلاء لهم ارتباطات مع أحزاب ومع ميليشيات مسلحة هم تجهزهم بأجهزة خاصة من أجل نقل وتهريب هذه الأموال إلى بلدان أخرى، كما جرى في تحويل مبالغ كبيرة إلى طهران وكذلك إلى بيروت وإلى مدن أخرى منها لندن وواشنطن وغيرها حولت. هذه كلها تجري عن طريق هذه الحكومات وبعلم ومرأة ومسمع من الآخرين الساكتين عن عملية التهريب التي تجري في عراقنا. دكتور، إذا تحدثنا عن الأجهزة والهيئات المنوط بها مكافحة الفساد، من يعوقها عن أداء مهماتها؟ وأيضا لو تبحرنا في سؤال أكثر، ماذا عن نتائج التحقيقات التي تثبت تورط العديد من السياسيين والنواب بجرائم الفساد والتلاعب؟ صحيح أن هناك هيئة نزاهة هي تقوم بعملية إعداد وثائق وإدانات لهؤلاء الأشخاص، نعم، ولكن القضاء يفعل دوره. هناك عمليات صارت، خذ أبسط مثال هو عملية فلاح السوداني، نعم، الذي كان وزيرا للتجارة في أيام نور المالكي، نعم، عندما سرق أموال الدولة وهرب بها إلى لندن، وبالتالي الانتربول مسكه وسلمه إلى الحكومة العراقية وسجن على أساس 21 سنة، ولكن القضاء أصبح بهذه الحالة هو سيد القرار، لكن للأسف لا قرارات عادلة، وإنما إطلاق سراح فلاح عبد السوداني بحجة أن هناك عفو عام
وكأنه هذه السرقة لا يمكن الحساب عليها. أين أموال الشعب العراقي؟ هذه الأموال هي أموال الناس الموجودين من أطفال وشيوخ، وتذهب هذه سدى في جيوب هؤلاء وبمساعدة الميليشيات وإلى آخره من المسؤولين دكتور على إدارة شؤون نعم. الدولة. دكتور، تعتقد أن حكومة محمد إشاع السوداني قادرة فعليا على موضوع إنهاء مظاهر الفساد، وأيضا هي قادرة ربما تكون على محاسبة الفاسدين المتورطين بقضاء الفساد؟ هل تمتلك هذه الإمكانيات حكومة السوداني؟ أنا لا أعتقد أنها هي تملك هذه الإمكانيات، لأنه هي جاءت من رحم هذه الأنظمة التي كانت تحكم العراق سابقا، ومنها مجموعة نور المالكي وعادل عبد المهدي وآخرين من تسلموا دفة الحكم في رئاسة الوزراء، ولذلك لا يمكن لها، وإنما هي تسوق شعارات براقة وتعاهد المجتمع العراقي بأنها ستقوم بهذه العملية. هل تعلم أن المبالغ التي سرقت من العراق منذ عام 2003 ولحد الآن هي مبالغ تحسب ب 350 مليار دولار أمريكي؟ وهذه مبالغ ليست قليلة، وإنما ممكن بناء عراق بها مزدهر، وإنهم جاءوا لكي يسرقوا العراق لا لكي يبنوا العراق، وهذا هو الدليل القطعي على تواجدهم. ولا يمكن للعراقيين أن تنتهي مأساتهم إلا بنهاية هؤلاء من أجل إيقاف تدهور هذه الحالة المجتمعية السائدة من فساد إداري وفساد مالي قائم على السرقة في مالية العراق. والعراق الآن أصبح لديه في بنك أو مصرف المركزي حوالي 95 مليار دولار لهذه العام على أثر زيادة أسعار النفط. كلهم يفكرون نعم كيف يسرقون هذه الأموال. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.